بسرعة هندخل بأعلام العالم. هقول لكم القوانين، ركزوا معايا. اوكي. هيظهر قدامكم على الشاشة علم لبلد ما. كل اللي عليكم تعرفوه انكم تعرفوه وتقولوه. اها. اوكي. هندوس على البازر، الزرار الأحمر. اوكي. هينور النور اللي قدامك. معاك 5 ثواني تجاوب بعد ما تدوس وينور النور. اوكي. لو جاوبت صح يا معتصم هتاخد النقطة. لو جاوبت غلط أنت أو أحمد أنا عارف أعلام كتير من بلاي ستيشن. صح. بلاي ستيشن مخليني عارف أعلام كتير. جاهزين؟ يلا اتفضلوا. أول علم برتغال. الإجابة عند السقة والنور عند السقة، البرتغال صح، والنقطة لألك. ليس على البازر لأن أنت جاوبت صح معتصم. نقطة للسقة وحنكمل. البرتغال صح. واضح إن التحدي حيبقى صعب، المعلومات كتير قراب. جزائر. برافو. طبعا احمد صح، هو البازر اللي عم ياخذ، عم تجيبه نفس الاجابه بس النقطه لقلك. 2 للسقه، عم يسمعك بالبازر معتصم. اوكي. برغم انه اجابتك صح مثل اجابه السقه، نقطتين للسقه ولا شيء لمعتصم لهلا. سايبرس. صح، برافو. قبرص. قبرص. سايبرس. بناخذ الاجابه بالاجنبيه. برافو احمد. برافو احمد. 3 نقط. معتصم خسرت. بعد في نقطه وبياخد الجيم، بيصير 3 نقط لإله. يلا اخر علم معنا اليوم. مغرب. موروكو. مغرب ومع البازر طبعا. البازر عم تجيب، عم تجاوب، ولكن البازر مع ميك بس. احمد بتكسب معنا. لا بس حبيبي معتصم. يعني حنشوف السكور مع بعضنا. يلا معتصم كان معه 3 نقط، وهلا احمد متعادل ب3 نقط مع بعض.